السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم. موعدنا اليوم مع المراجعة على ما قد درسناه قبل ذلك، فهيا بنا. السؤال الأول هو الفصل السادس عشر من وبعنوان كاهنة جبال أوراس. أولا، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ. مع التصويب، فشلت الحيلة التي دبرتها كاهنة جبال أوراس لقتل الجيش الإسلامي، صح أم خطأ؟ أحسنتم، هذا صح. ظن عقبة أن البربر أخلدوا إلى الاستسلام فأذن لمعظم جيشه أن يعود إلى برقة، هذا خطأ، أحسنتم، وإنما الصواب هو عودة الجيش إلى القيروان. هنا برقة ستكون ما سيكون بدلها القيروان. كاهنة جبال أوراس امرأة من البربر، نعم صح، كاهنة جبال أوراس كانت امرأة من البربر. اثنين أو باء، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، إن جيش المسلمين لا قبل لنا بمحاربته، إن جيش المسلمين لا قبل لنا بمحاربته. قائل هذه العبارة هو يليان الغماري ولا كسيل بن لمزم ولا ملك فزان ولا كاهنة جبال أوراس؟ أحسنتم، قائل هذه العبارة هي كاهنة جبال أوراس. ظن عقبة أن البربر قد استسلموا فأبقى معه نقط مقاتل، 500 مقاتل ولا 300 ولا 600 مقاتل ولا 700 مقاتل؟ أحسنتم، هي 300 مقاتل. جيم، أجب عما يلي: ما المكيدة التي دبرتها كاهنة جبال أوراس للقضاء على عقبة؟ ما هي المكيدة التي دبرتها كاهنة جبال أوراس للقضاء على عقبة وجيشه؟ أحسنتم، أمرت أولادها الثلاثة أن يجمعوا معاونيهم من البربر حتى يقوموا بردم الآبار، حتى إذا عاد الجيش وعقبة مرة أخرى من نفس الطريق لم يجدوا ماء فيموتوا عطشا. إذن المكيدة هي أن يذهب أولادها إلى الطرق التي سار فيها الجيش العربي ويردموا الآبار، حتى إذا عاد الجيش من نفس الطريق لا يجد ماء فيموت عطشا، أو لا يجدون ماء فيموتون عطشا. اثنين، علل فشل الحيلة التي دبرتها كاهنة جبال أوراس. علل فشل الحيلة التي دبرتها كاهنة جبال أوراس. لماذا فشلت هذه المكيدة؟ نعم، لأن عقبة عاد من طريق آخر غير التي سار فيها. إذن فشلت الحيلة التي دبرتها كاهنة جبال أوراس لأن عقبة وجنوده عادوا من طريق آخر غير التي ساروا فيها. دال، من يكون؟ أذن لمعظم جيشه أن يعود إلى القيروان. أذن لمعظم الجيش أن يعود إلى القيروان، من هو؟ أحسنتم، هو عقبة ابن نافع. اثنين، امرأة من البربر دبرت حيلة للقضاء على المسلمين، هي؟ أحسنتم جميعا، كاهنة جبال أوراس. الفصل السابع عشر، استشهاد عقبة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويب. تمكن كسيل بن لمزم من الهرب عند عودة الجيش إلى القيروان، نعم هذا صحيح، استطاع كسيل بن لمزم أن يهرب من الجيش ويعود عند عودته إلى القيروان. استشهد عقبة ورفاقه على أبواب طنجة، استشهد عقبة ورفاقه في المعركة الأخيرة على أبواب طنجة ولا مكان تاني؟ هذا خطأ، أما الصواب فهو استشهد عقبة بن نافع ورجاله على أبواب، هنشيل طنجة ونحط مكانها تهودة، اللي هي كلمة تهودة أصبحت تهودة.
أصبحت تهودة معلما من معالم التاريخ. صح، لماذا؟ لأن عقبة ورفاقه دفنوا في مقابرها. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. استشهد عقبة في القيروان ولا طنجة ولا تهودة ولا السوس الأقصى؟ استشهد عقبة ورجاله في، أحسنتم، في تهودة. 2. طلب قسيل التسليم من عقبة بن نافع ولا يليان الغماري ولا كاهنة جبال أوراس ولا زهير بن قيس البلوي؟ طلب قسيل التسليم على أبواب قلعة تهودة التسليم من عقبة بن نافع ولا يليان ولا كاهنة جبال أوراس ولا زهير؟ أحسنتم، طلب التسليم من من؟ من عقبة. ونتذكر أن عقبة لم يرد التسليم وأصر على القتال ودفع رجاله وقال لهم إنها الشهادة أيها المؤمنون. أجب عما يلي: ما الدور الذي لعبه كسيلة ابن لمزم في حشد الجيوش لقتال عقبة؟ إيه هو الدور الذي لعبه أو الذي أداه كسيلة حتى تحتشد جيوش البربر؟ أحسنتم، ذهب إلى القبائل أو مر على القبائل يدعوها لقتال عقبة وجيشه ويستحثها على الأخذ بالثأر من المسلمين. إذن الدور الذي أداه أو لعبه كسيلة هو مروره على القبائل يدعوها لقتال عقبة ويستحثها على الأخذ بالثأر. 2. لما أصبحت أرض تهودة من معالم التاريخ؟ لماذا أصبحت أرض تهودة من معالم التاريخ؟ أحسنتم، لأن عقبة ورجاله 300 دفنوا في مقابرها وخضبت دماؤهم الزكية أرضها، لأن عقبة ورفاقه رقدوا في قبورها وخضبت دماؤهم الزكية أرضها. دال: من يكون؟ من يكون الذي مر على القبائل البربرية يدعوها لقتال عقبة وجيشه؟ من الذي مر على القبائل يدعوها لقتال عقبة وجيشه؟ أحسنتم، هو كسيلة ابن لمزم. 2. رفض التسليم لجيش البربر في تهودة وقاتل حتى استشهد، أي قاتل حتى الاستشهاد هو ورجاله. أحسنتم، هو عقبة ابن نافع. والآن مع القواعد النحوية، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويب. الأفعال أعطى وألبس وكسى. الأفعال أعطى وألبس وكسى تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يعني يأتي بعدهما، أو تنصب مفعولين هما أصلا مبتدأ وخبر. يعني لو شلنا الأفعال دي هي والفعل بتاعها، المفعول به الأول والمفعول به الثاني يكونان مبتدأ وخبر أو يعربان مبتدأ وخبر، هذا خطأ. أحسنتم، إذن خطأ، وإنما الصواب مفعولين هنا ليس أصلهما المبتدأ والخبر. 2. نسأل الله سعة الرزق. نسأل الله سعة الرزق. الفعل نسأل ينصب مفعولين. الفعل نسأل ينصب مفعولين. تعال نشوف المثال ونعربه مع بعض كده عشان نعرف هل هو هذا الفعل ينصب مفعولين ولا لا. نسأل نحن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هو الفاعل فين؟ نعم، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. أحسنتم، إذن نسأل فعل مضارع ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو الله لفظ الجلالة مفعول به أول، وسعة مفعول به ثان، والرزق هي مضاف إليه. إذن نسأل هو فعل ينصب مفعولين. 3. منحني الله نعما كثيرة. كلمة كثيرة تعرب مفعولا به ثان. كلمة كثيرة في هذا المثال تعرب مفعولا به ثان
منحني، منح الفعل الماضي، والياء اللي هي ضمير المتكلم، أحسنتم، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول. جميل. الله مفعول وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نعما مفعول به ثان، وكلمة كثيرة، أحسنتم، كلمة كثيرة هنا تعرب نعت لكلمة نعما. إذن كثيرة تعرب مفعولا به ثان، هذا إيه؟ خطأ، وإنما الصواب تعرب نعت، ليست مفعولا به ثان وإنما هي نعت. أعطيت ثوبا، ثوبا هنا تعرب مفعولا به أول ولا مفعولا به ثان ولا مبازر ولا مفعول به الثاني محذوف؟ السؤال مرة أخرى، أعطيت ثوبا، كلمة ثوبا تعرب مفعولا به أول والمفعول به الثاني محذوف، هذا خطأ، أحسنتم. والمجتهدون يمنحون جائزة قيمة، الضمير في كلمة يمنحون اللي هو واو الجماعة، الضمير في كلمة أو في الفعل يمنحون اللي هو واو الجماعة في محل نصب مفعول به، تعال نشوف، يمنحون هذا فعل مبني ليه؟ للمجهول. إذن واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل، أحسنتم جميعا، رفع نائب فاعل، إذن هذا خطأ، وإنما هو مبني في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل. ستة، كساني العلم الفضائل الكريمة، كلمة الفضائل نعت منصوب، تعال نشوف، كساني، كسى فعل ماض، والياء يا المتكلم ضمير متصل مبني في محل، أحسنتم، نصب مفعول به أول. العلم هو الفاعل المرفوع علامة رفعه الضمة، الفضائل مفعول به، أحسنتم، ثان، والكريمة هي نعت لكلمة الفضائل، إذن الفضائل تعرب مفعول به ثان، ليست نعت وإنما هي مفعول به ثان. حدد المفعولين في الأمثلة التالية، أي كل هذه الأمثلة بها مفعول به أول مفعول به ثان، سنحدد هذين المفعولين. واحد، نسأل الله سعة الرزق، نسأل الله سعة الرزق، هذا المفعول به الأول هو الله والمفعول به الثاني هي كلمة سعة الرزق أو سعة، يبقى ده مفعول به أول ومفعول به ثان. اثنين، يمنحني العلم المكانة أو مكانة مرموقة بين الناس، يمنحني العلم مكانة مرموقة بين الناس. خلي بالك إن الفعل طول ما الفعل جاي فيه ياء المتكلم، إذن ياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول، أحسنتم، والمفعول به الثاني هو كلمة يمنحني العلم ماذا؟ مكانة، إذن مكانة مفعول به ثان، إذن ياء المتكلم وكلمة مكانة. ثلاثة، زادني الاطلاع ثقافة، زادني الاطلاع ثقافة، زادني الفعل فيه برضو ياء المتكلم، زادني الاطلاع ثقافة، ياء المتكلم ضمير مبني متصل مبني في محل نصب مفعول به، أحسنتم، أول، والاطلاع ثقافة، اطلاع هو الفاعل وثقافة ياء مفعول به ثان، إذن المفعول به الأول ياء المتكلم والثاني هو كلمة ثقافة. أعطيته مالا، أعطيته مالا، أعطى ده فعل إيه؟ أحسنتم، فعل ماض، وأعطيت والتاء هي تاء الفاعل، جميل جدا، وهاء الضمير هي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، مفعول به أول، والمفعول به الثاني هو كلمة مالا، إذن الإجابة هي هاء الضمير في كلمة أعطيته
وكلمة مالا. خمسة، ألبسنا العلم تاج الكرامة. ألبسنا هو الفعل فعل ماضي، ونال فاعلين أحسنتم، أو نال متكلمين معذرة، دي اسمها نا المتكلمين. هنا ألبسنا، هذه نا هي نا المتكلمين وليس الفاعلين. نا المتكلمين تأتي في محل نصب، إذن هي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أحسنتم. أول، والعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تاج مفعول به، ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والكرامة. أحسنتم، تاج الكرامة، تاج إيه؟ تاج الكرامة، إذن الكرامة مضاف إليه مجرور، إذن الكرامة مضاف إليه مجرور، مجرور الإجابة، نا في البسنة وتاج الكرامة. السؤال التالي، تخير الصواب مما بين القوسين. علمت من أبي ظروف جارنا، جارنا. الفعل في الجملة اللي هو علمت، الفعل علمت، لازم ولا متعدي المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولا متعدي المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولا متعدي لمفعول به واحد. تعال نرجع للمثال ونشوف. علمت، التاء دي تاء الفاعل، إذن علمت، علم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع. أحسنتم جميعا. الفاعل من حرف جر، وأبي اسم مجرور، ظروف، ممكن نشيل من وأبي ونقول علمت ظروف. إذن ماذا علمت أنا؟ علمت ظروف، إذن ظروف أحسنتم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كلمة جارنا، كلمة جارنا مضاف إليه مجرور، ونال فا ونا المتكلمين هي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، لأن هذا الضمير اتصل بإيه؟ باسم. إذن في هذه الجملة لا يوجد إلا مفعول به واحد، وهو كلمة ظروف، ظروف. إذن هذا الفعل متعد لمفعول به واحد. اثنين، وجدت ضالتي عندك. كلمة ضالتي تعرب بإيه؟ نعت ولا مفعول به أول ولا مفعول به ثان؟ طيب، وجد فعل ماض تمام، ولكنه مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وضالتي أحسنتم، إذن هي ستعرب مفعول به فقط. ثلاثة، نامت الأم وأنامت الأم أولادها. نامت الأم على السرير وأنامت الأم أولادها، أو نامت الأم في غرفتها. الفعلان على الترتيب، الفعلان اللي هما نامت وأنامت، هذين الفعلين على الترتيب لازم ومتعدي، يعني الفعل الأول لازم والثاني متعدي، ولا متعدي ولازم، ولا لازم ولازم، ولا متعد ومتعد. نامت الأم، نام فعل ماض، نامت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء هي تاء التأنيث، والأم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكن ما فيش مفعول به، إذن هذا الفعل لازم، إذن مش هينفع نقول متعد ومتعد، ولا متعد ولا إيه ولازم، فاضل لنا لازم ومتعدي ولازم ولازم. نشوف الفعل الثاني، أنامت الأم، الأم فاعل، من التي أنامتهم؟ أحسنتم، أولادها، إذن أولادها مفعول به، أحسنتم جميعا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن هذا أو هذين الفعلين على الترتيب هما لازم ومتعد. أربعة، حسب الطالب مجموعه. حسب الطالب مجموعه، كلمة مجموعه تعرب نعت ولا مفعول به أول ولا مفعول به ثان ولا مفعول به فقط؟ أحسنتم، حسب هنا بمعنى عد، حسب أو حسب بمعنى إيه؟ عد. أحسنتم،
زي ما نقول عد التاجر النقود أو عد الشخص نقوده. إذا حسب معنى عد لا تنصب إلا مفعولا به واحدا، إذا الإجابة هي كلمة مجموعه مفعول به منصوب. 5 يمنحنا النحل عسلا طيبا، المفعول به الأول هو عسلا ولا نال متكلمين ولا طيبا ولا ضمير مستتر؟ أحسنتم، يمنحنا المفعول به الأول هو ناء المتكلمين. لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، الفعل في الجملة لازم الفعل اللي هو الفعل أسألكم عليه أجرا، الفعل في هذه الجملة أو في قول الله سبحانه وتعالى لازم ولا متعد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولا متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولا متعد لمفعول به واحد. نعم، الفعل متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ وإيه؟ والخبر. 7 أنت مجتهد، أنت مجتهد. عند إدخال فعل يفيد اليقين تكون الجملة حسبتك مجتهدا، حسب من الأفعال التي تفيد، أحسنتم، الظن والشك. ظننتك الظن أيضا، علمتك مجتهدا، إذن الإجابة هي علمتك مجتهدا. إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.